أهلا بكم. في وقت قطعت فيه كثير من الشعوب شوطا كبيرا نحو الحرية بمفهومها الواسع، ما زال الشعب العربي في جل أقطاره يعيش أسير استبداد سياسي. وثمة من يرى أن كثيرا من شوارع الانتفاضة العربية حملت شعارات مطلبية مرتبطة بلقمة العيش ورفض الفساد أكثر منها شعارات الحرية بمضمونها السياسي والاقتصادي والفكري، وهو رأي يثير السؤال عن حجم الحضور الذي يحتفظ به مفهوم الحرية في الثقافة العربية العريقة والضاربة في القدم. عن الحرية والعرب تأتيكم حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء المتجدد. لعل الثورات والانتفاضات العربية على اختلاف مشاربها وأسباب خروجها لم تكن تنشد إلا الحرية في أصلها وعموقها، وإن كان ظاهر بعضها المطالبة بالخبز والخدمات، لكن باطنها الحرية والكرامة. مفهوم الحرية بمضامينه الرائجة من المفاهيم التي نشأت معبرة عن حاجة الإنسان للتحرر من الاستبداد السياسي وغيره، فقمع الحريات ودفن الأصوات والسجن والتعذيب والقتل والحجز وغيرها من أساليب القمع، سواء من الحكومات أو المجتمع نفسه، إنما هي أدوات لتقييد حرية الإنسان. ولأجل هذه الحرية اندلعت ثورات الربيع العربي بشرارة لم يتوقعها المتفائل قبل المتشائم. والدول العربية وهي تعيش فترات انتقالية عصيبة تسعى من خلالها إلى التحرر من دولة الاستبداد لبناء دولة المؤسسات، تدرك أن الانتقال من التحرر إلى الحرية ليس عملية سهلة، بل هو انتقال صعب وعسير يتطلب زمنا ونخبا ووعيا لمفهوم الحرية. في مرحلة التحولات الكبرى يكون الدفاع عن الحرية مطلباً مهماً باعتبارها أهم القيم ومقدمة لكل نمو وتقدم منشود، وليس ترفاً فكرياً، وهو ما يفترض التعامل معها ككل لا يتجزأ، وليس ربطها فقط بالموقف من الاستبداد الذي يبقى أصل كل المفاسد والمسؤول الأول عن الإحباطات المتلاحقة في الدول العربية. أهمية التحولات الاستراتيجية الدولية والإقليمية وتأثيراتها المباشرة والمضمرة على الكثير من الاختيارات التي يتم تبنيها من قبل السلطات الحاكمة في الدول العربية قبل وبعد الربيع العربي، سواء عن اقتناع بجدواها وأهميتها أو توظيف لها، جعلت الكثيرين يحاولون فرض نماذج قسرية ظنا منهم أن ذلك هو الطريق السليم للحاق بركب التقدم والحضارة. إن الحرية في الدول العربية تبقى منقوصة ومجرد وهم ما لم يتحقق التنصيص الدستوري على ذلك بعد توافق القوى المجتمعية الفاعلة والمتنافسة وإتباعه بالقوانين التي تنقله من مجرد نص دستوري إلى واقع يعيشه الناس، فضلاً عن القبول الاجتماعي لكي لا تبقى صفته القانونية حبراً على ورق ومنتجة للاحتقان الذي يمكن أن يقسم المجتمع ويدخله في دوامات لا تعلم مآلاتها. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسام سعد أستاذ علم الاجتماع، وكذلك الأستاذ عمر عادل الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بضيفي الكريمين. نبدأ عن اليمين. أستاذ عمر، لابد أن أسألك في البداية عن الحرية. هل الحرية مفهوم نسبي يقاس ويعرف ويحرر وفقا للثقافة والتجربة التاريخية والحالة المجتمعية لكل أمة من الأمم، أم هو مفهوم ثابت ومطلق يشترك في تفسيره كل الشعوب على اختلاف الأزمان؟ أعتقد ممكن نقسم المصطلح لجزئين، في بعض الأمور فيها بتبقى حتمية ومطلقة على كل المجتمعات، وهي الخاصة بالاحتياجات الإنسانية الرئيسية، حقوق رئيسية أعتقد لا أحد يختلف عليها وموجودة في كل الحضارات تقريبا يعني. وفي جزء آخر ناتج في أي مفهوم على فكرة أو أي قيمة بينتج من التطور الاجتماعي والتفاعل التاريخي للبشر مع الأرض، مع الظروف، مع حتى الأحداث اللي بتحصل خلال تاريخهم. ففي جزء كبير جدا من الحرية
بينتج من الهوية الفكرية عن المجتمع. يعني مثلا هنلاقي الماركسيين لهم تفسير للحرية، هنلاقي الليبرالز لهم تفسير، حتى مختلفين بينهم في الحداثة وما بعد الحداثة، بيحصل تطور المفهوم دايما. فهو نسبي في جزء كبير جدا منه، لكن أعتقد اللي ممكن نتفق عليه كلنا مجموعة من الحريات الرئيسية طول التاريخ وعلى واتساع الجغرافيا كانت إلى حد ما ثابتة في كل الحضارات. إذا نتفق إن في غالب مفهوم الحرية هو مفهوم يتبع الايديولوجي ويتبع المظلة الفكرية اللي بتحكم المجتمع. علشان كده بنلاقي في اختلافات كبيرة بين مفهوم الحرية عند المجتمعات المختلفة، وده الحقيقة واحدة من الحاجات الخطيرة في فكرة الصراع بين الأفكار والحضارات، ونلاقي فيه دايما محاولة فرض مفهوم الحرية من مجتمع على المجتمعات الأخرى، زي ما بيحصل مثلا دلوقتي في الغرب، مش بس على المنطقة العربية، ولكن كان قبل كده على محاولة تطبيق مفهوم الحرية على المجتمع الماركسي أو اليساري فترة ما. ولما انتهى الصراع ده على الأقل مرحليا، ابتدى يظهر فيه مشكلة أخرى مع المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى، وفرض النموذج الغربي مفهوم الحرية لحد ما باستخدام أدوات كبيرة جدا على المجتمعات الأخرى. فأنا أعتقد أنها مفهوم نسبي بنسبة كبيرة جدا، في جزء منه مشترك، ولكن بيعتمد بالضرورة على الأيديولوجي والأفكار المحركة وهوية المجتمع الثقافي. ما هو المشترك يعني في بين الأمم والشعوب في المشترك حق الحياة، أعتقد لم يختلف عليه أحد، حق الـ 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 الطعام. أتحدث عن الحرية، الحرية في التنقل، الحرية في بناء في التواجد في مكان ما، حرية الزواج، حرية التعرف بالبشر، دي أعتقد كلها من المكونات الرئيسية لبنية المجتمع الأساسية، فبالتالي ما فيهاش اختلاف كبير. ربما فيما بعد الحداثة حصل يعني كلام في هذا الموضوع، لكن حتى على المدى التاريخي الطويل ما كانش فيه اختلاف كبير أو في الموضوع ده. هي كلها القضية الرئيسية في الحريات السياسية والحريات الدينية، دي اللي عليها دائما خلاف كبير. يعني أريد أن أستفيد من الدكتور حسام، يعني وأنت مختص في الجوانب السوسيولوجية في علم الاجتماع، هل الثقافة العربية قياسا إلى تجربتها التاريخية والسياسية على القرون الماضية، هل استطاعت أن تبلور أو تنضج مفهوما واضحا ومحددا للحرية؟ أنا قبل هيك بس حاب نوه تعليقا على كلام صديقي. مفهوم الحرية بالدرجة الأولى هو مفهوم سوسيولوجي، يعني مرتبط ببنية ثقافة معينة دون أخرى. بعض المجتمعات تحقق قيم خاصة بالحرية خاصة فيها بمراحل معينة، أخرى لا تحققها. أنا بقول طبقا لدرجة التطور، حتى حق الزواج وحق التحرك لم يكن موجود في بعض المجتمعات سابقا، وحتى حق الحياة لم يكن موجود. يعني إذا رجعنا لفترة الإغريق والقانون السائد فيها، حتى التقسيم الطبقي واللي كان يعتبر بوقتها الشكل التايبيكال أو المثالي للمجتمع، كان مستبعد المرأة منه، مستبعد العبد منه، وكان يحق الامتلاك والموت والآخر ما هنالك. أنا حابب بس أكرس نقطة، أنه مفهوم الحرية بيشبه أي مفهوم آخر، عدالة، حقوق، إلى آخر ما هنالك، بيتطور مع تطور النسق الاجتماعي ضمن إطار أنساق مختلفة. هل العدالة قابلة للتطور؟ قابلة كمفهوم. للتطبيق طبعا، نعم. حتى كمفهوم، لأن أتحدث عن الحرية دكتور حسام لو أذنت لي، أتحدث عن الحرية كمفهوم وليس كتطبيق. حتى يعني كمفهوم. هل الحرية واضحة التصور في الثقافة العربية؟ لا حقيقة. نحن إذا حبينا نقسم الثقافة العربية إلى ما قبل الإسلام وبعده والمرحلة النهضة والمرحلة الراهنة، إلى مرحلة النهضة العربية بالقرن التاسع عشر، لم يكن هناك مفهوم واضح جدا للحرية. كنا أسيرين نص ديني، كان هناك محاولات تأويل. ما معنى أسيري نص ديني؟ يعني النص الديني المقدس. بعد هل يصطدم هذا النص مع الحرية؟ إلى حد ما أعتقد. كيف يعني؟ أين وجه الاصطدام؟ النص المقدس عادة يتعارض مع مع الحياة الوضعية، مع النص الذي بيضعه البشر. ما جاء بالقرآن الكريم وما جاء بالحديث الشريف تم تبنيه من قبل الثقافة العربية لمدة قرون وعهود طويلة جدا. كان هناك محاولات لتأويله في مسألة حرية
خلينا ناخذ حريه المعتقد. اذا بتحب اذا اذنت لي يعني قبل ان نذهب الى نحن طبعا موضوعنا الرئيسي ربما يكون متعلقا بالحريات السياسيه، وساتي صحيح. معك على العلاقه بين المقدس والمفهوم مفهوم الحريه، لكن قبل ذلك انت ذكرت بان الثقافه العربيه تفتقد الى البنيه المفاهيميه للحريه صحيح. وهذا ذهب اليه المفكر عبد الله العربي المفكر المغربي، لو توضح لنا اين هذا الغياب، اين غابت مفهوم الحريه في الثقافه العربيه، يعني كيف تجلى ذلك؟ انا استند يعني وساستند على كتابات المفكر العروي في هذا الاطار. لم يكن هناك اي محاوله فلسفيه او فكريه نظرت لمفهوم الحريه بشكل مستقل عن النص الديني او عما كان منزل وسائد وشرع ضمن ثقافتنا العربيه. كانت هناك محاولات في عصر النهضه، وهي مرحله كانت تعتبر يعني عصر تنوير إلى حد ما عربي على غرار عصر التنوير الأوروبي، لكن مفهوم الحرية عند مفكرين النهضة من الأفغاني ومحمد عبده جميعا كان مرتبط بخطاب استقلال عن الاستعمار الغربي اللي كان موجود في بلادنا. فاقتصر مفهوم التحرر على موضوع استقلال دول وبناء دول وطنية، لكن مفهوم التحرر بمعناه الفلسفي الواضح هو حقيقة لم يكن موجود لا في علم الكلام فلسفيا بالفلسفة العربية ولا حتى عند المفكرين العرب الإسلاميين. لاحظت أنك تنسب هذه الغياب غياب مفهوم الحرية في الثقافة العربية لارتباط ذلك بالنص الإسلامي، لماذا لم تربطه بالمفكرين الذين هم لم يستطيعوا أن يشتقوا أو لم يتمكنوا من تحرير مفهوم واسع للحرية، وربما كان هذا مرتبطا بالجانب السياسي؟ لو أذنت لي أن أنتقل إليه لربما يكون معنيا أكثر الدكتور عمر. أستاذ عمر، الحرية وردت في الأدبيات الإسلامية لتميز العبد عن المملوك أو لتميز لتتحدث عن حرية الأفعال كما هي عند المعتزلة أن الأفعال مخلوقة مثلا وهي الإنسان هو مسؤول عن هذه صحيح. الأفعال، لكن هذه الأدبيات لم تتبلور لم تتطور لتقدم مفهوما واسعا للحرية بمعناها السياسي والاقتصادي. شوف، أنا أعتقد حضرتك أن تحرير المصطلح وبناء مفهوم للمصطلح مرتبط بالحاجة إليه. النموذج السياسي ونموذج السلطة في المجتمعات ما قبل الحداثة مختلف تماما عن ما بعد الحداثة، فبالتالي المجتمع لم يكن بحاجة لأنه هو كان بيمتلك قدر كبير جدا من السلطة. ففكرة الحرية السياسية، إيه فكرة الهدف من الحرية السياسية في العقد الاجتماعي اللي اتعمل في أوروبا في القرن 16؟ كان بيحاول يدي سلطة مطلقة لمركز الدولة، وبالتالي كان بالضرورة تتخلق فكرة الحرية السياسية للمجتمع والحقوق الأساسية للمجتمع ومنها الحرية، فكان ده ضرورة. لكن في مجتمعات ما قبل الحداثة الأمر ما كانش كده، بالذات في المنطقة العربية كان معظم السلطة سواء السلطة التشريعية أو السلطة أو التعليم حتى وإدارة ملفات كتيرة جدا كانت في المجتمع، فما كانش فيه ضرورة ملحة فعلا لفكرة طرح مفهوم الحرية السياسية. فإسقاط مصطلح في الوقت الحالي على نموذج مختلف أعتقد بيعمل لنا هو اللي عملنا الكونفليكت ده، عملنا المشكلة دي. إيه اللي حصل بعد دخول تجربة الحداثة والاستعمار الغربي على المجتمع العربي؟ إن أنت بتحاول تشكل نموذج للسلطة وبناء سياسي متناقض مع المجتمع. المجتمع مش مبني كده، بأن يعني فترة طويلة جدا في بنية حضارية موجودة مع المجتمع، أنت دخلت عليها نموذج تاني وفرضته فرض عليه، فمن هنا حصل التشوه. بقى في احتياج للحرية السياسية مع موروث ما عندوش البنية المصطلح ده مش موجودة لأنه كان في نموذج تاني ما كانش محتاج ليها، فده اللي عمل الاختلاف وعمل الصراع. بقينا بنتكلم على مصطلح حرية سياسية في نموذج سياسي مفروض علينا، وفي نفس الوقت احنا عندنا تراث وموروث ثقافي وحضاري ما تعملش مع المصطلح ده لأنه ما كانش في حاجة إليه في وقت طويل. فهي اعتقد ده الصراع اللي موجود او دي المشكله اللي موجوده في في تعريف المصطلح قبل ذلك وبعد ذلك. يعني شيء جيد ان يتفق ضيفي في الاستوديو على غياب مفهوم الحريه في الثقافه العربيه، وهو غياب نسبي مرتبط كما قرر الدكتور مع اختلاف الاسباب. نعم يعني. مع اختلاف الاسباب. انا اريد ان اخوض معك في الاسباب. ثمة من يقول ان العقل العربي مبني على بعض السمات العامه منها العصبيه للعائله او للعشيره او للقبيله صحيح. والان ربما تكون العصبيه للمدينه وللريف وللدوله الى اخره. هذه العصبيه هي اكله للحريات، وهذا التعبير اقتبسته من عبد الله العروي ايضا. السؤال هو يعني
ألا يمكن أن يكون هذا سببا رئيسا وليس هو الدين أو النص المقدس كما وصفته هو المسؤول عن غياب هذا المفهوم؟ أنا لم أقل أن النص الديني فقط هو المسؤول صديقي، هناك جملة من المسببات. أكرر، هناك نسق عام كامل، المجتمع منبني من نسق من عدة أنساق، لا يجوز أن يحوز نسق من أنساق تطور وتكون الأنساق الأخرى هي في مرتبة أدنى. وجود نص ديني مقدس، وجود تحريم إلى حد كبير في موضوع التأويل حتى لمرحلة متأخرة، يعني كانت محاولات نصر حامد أبو زيد في تأويل القرآن جوبهت بعنف حتى مادي وليس بعنف لا لا فكري. هو كان يريد أن يؤول المتفق عليه والمحكم والقطعي، لم يكن يذهب إلى المتشابهات. حتى لذلك يعني أن أقصد أنا يعني الإسلام في ذاته، طبعا أنا أنقل لك تجربة يعني رأي من ليس موجودا هنا دكتور، أرجو المعذرة. يعني والإسلام لم يحرم التأويل، حتى عندما معاذ بن جبل ذهب إلى اليمن بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في الأمر وأقره النبي على الاجتهاد، فعملية الاجتهاد وتأويل النصوص المتشابه منها موجود. لا نريد أن نحاكم الإسلام. أنا لا أهاجم النص الديني على الإطلاق. نعم. أنا أقول هناك في مساحة كاملة للحرية في التعاطي مع أي نص. إذا كانت هذه الحرية في التعاطي منقوصة فهي ليست حرية، فلسفيا على الأقل في التعريف. يعني أنت تتحدث عن الحرية المطلقة هنا، عن الحرية في التعاطي مع العالم المادي والعالم الفكري حقيقة. إيه؟ عم بحكي بشكل مطلق الآن. هل ثمة من يقول بالحرية المطلقة؟ حتى هيجل وحتى الفلاسفة الغربيين لم يقولوا بالحرية المطلقة التي تتحدث عنها الآن دكتور. لا، أنا ما أصدت بالحرية اللي بيحكي هيجل فيها أو المنظرين الآخرين، بس مدى إمكانية التعاطي مع نصوص مختلفة ومحاولة قراءتها بطريقة مختلفة، هذا موضوع آخر. أنا طيب عرش عن موضوع نصر حامد الجانب المقدس. نعم. فقط حتى أقول أن النص المقدس ليس المشكلة بالدرجة الأولى. أرجو المعذرة دكتور، حتى لا نذهب بعيدا في قضية الحوار الفكري المجرد، ألا يمكن أن يكون العقل العربي سببا في عدم تبلور مفهوم الحرية في الثقافة العربية؟ أعتقد هو أحد الأسباب. أريد أن تحدثني عن هذا السبب، يعني كيف بدأ لك ذلك؟ دائما يعني إذا رجعنا حتى التاريخ العربي القديم وحتى الآن المعاصر، دائما هناك انتماء الأفراد يكون إلى جماعات بنسميها نحن بعلم الاجتماع جماعات أولية، أما تكون طائفة أو قومية أو عشيرة ولا آخر ما هنالك. القيم والمعتقدات القادمة من أي تنظيم اجتماعي تحكم الأفراد أن يعني تأتي بسلوك مشابه إلى أي خروج عن هذا النص يعتبر إلى حد ما تمرد أو عصيان أو الآخر ما هنالك. تكون العقل العربي على فترة طويلة جدا وقرون كبيرة جدا على هذا الموضوع، مسألة الولاء، مسألة عدم الخروج عن النص. النص ليس النص الديني، حتى النص بقصد فيه القيم والمعايير والقواعد الاجتماعية السائدة. ما كان في حاجة ربما في بعض المراحل مثل ما دكتور حكى أنه ما كان في حاجة اجتماعية لموضوع مثلا التحرر أو لموضوع حقوق الإنسان أو العدالة الاجتماعية، لكن مع مرحلة الحداثة أو مع مرحلة الدولة الوطنية اللي بدأت في الوطن العربي أصبحت هناك الأفكار مطروحة وطرحت حقيقة من قبل المفكرين الإصلاحيين النهضويين العرب في فترة من الفترات. لهيك لهذا السبب أنا بقول موضوع التحرر وأي قيمة أخرى، خلينا نحكي بالتحرر أو موضوع الحرية، دائما مرتبط بحاجة الأفراد إله. ذكرت في مقدمتك أنه معظم الثورات العربية كانت تطالب بلقمة العيش والتغيير وإلى آخر ما هنالك. طيب. لكن أيضا الحرية كان جزء من خروج الشعب العربي في الربيع العربي للتخلص. سنذهب إلى موضوع ربما في القسم الأخير من هذه الحلقة دكتور، ولكن في موضوع بنية العقل العربي وتشكلها على أساس العصبية وعلى أساس الولاء كما ذكرت قبل قليل، هل يعني هذا يعني بين قوسين أن الحرية لا تليق بالعرب، الحرية السياسية بمعنى الحديث؟ لا، حنحكي بالحرية السياسية. نعم. تحديدا لا يوجد شيء لا يليق بأي مجتمع. كل مجتمع له تجربته الخاصة، لكن بحاجة أنه يعيشها، بحاجة أنه يأخطأ ويصحح، يأخطأ ويصحح. لكن نحن للأسف
تم استيراد حتى مفاهيم البارتي الأحزاب تم استيراده من الخارج. صحيح، من الغرب. من الغرب، يعني لأنه تشكل في الغرب بناء على حاجة مجتمعية وثقافية وسياسية. نحن تمثلنا في دولنا العربية تطبيقاته كانت محاولة للوصول إلى السلطة فقط. فلهيك إحنا منلاقي بمعظم المجتمعات العربية سلسلة هائلة جدا من الانقلابات العسكرية، تحديدا الانقلابات العسكرية. طيب. والتغيرات السياسية دائما يكون هدف الحزب هو تولي السلطة. فيما بعد ينتهي المشروع. على سيرة استيراد فكرة الأحزاب السياسية، أريد أن أبني عليها لأسأل الأستاذ عمرو، ليس فقط فكرة الأحزاب السياسية التي استوردت من الغرب، وإنما حتى فكرة الحرية التي نتحدث عنها بمفهومها الحالي. الحرية هي مقتبسة من الغرب. هذه الحرية التي يجري الحديث عنها بمعناها الواسع الفكري والاقتصادي والسياسي، ألا تتعارض مع مجموعة القيم والمبادئ الإسلامية؟ نعم، وعلشان كده إحنا أي فكرة، أي مجتمع بيبقى عنده مجموعة ضوابط وقيم ومفاهيم متجاوزة زي ما بنقول، يعني أعلى من المجتمع نفسه، بينتجها من تطوره التاريخي أو من نص ديني من أي حاجة. فهو لازم إلى حد ما كل ما يقوم به من إجراءات ويركب به المصطلحات ويعيد بناءها تاني يكون تحت المظلة دي. وأعتقد لا يوجد مجتمع في الكون خارج هذا الخط. يعني يمكن فكرة بعد الحداثة عايز تتجاوز الأيديولوجي وتكسر الكلام ده، بس الكلام ده أعتقد صعب في ظل وجود الإنسان، لأن القصة علاقة الإنسان بالمجتمع بالله، دي المثلث اللي كل الأيديولوجيات بتتكلم عليه وتتحاور حوله، سواء لما شايفها موجود أو مش موجود. لو في إله موجود يبقى إذن في لازم نص مقدس، أو ده طبيعي. لو ما فيش هو بينتج نص مقدس ليه، هو بينتج مجموعة من المقدسات يعني لا يتجاوزها. فكل مجتمع لازم يرسم المفهوم طبقا لهذه المظلة الفكرية. علشان كده نقل مفاهيم من مجتمع ممكن ينقل إجراءات، لكن نقل المفاهيم هو اللي خطير جدا وفي الغالب بيفشل. المشكلة أن المفاهيم تستورد الآن إلى المنطقة العربية من مفاهيم الحديثة، كل مفاهيم الحداثة رغم أنها دائما في حالة نقد داخل المجتمعات الغربية للمفاهيم دي، بيحاولوا يطوروها ويحاولوا يلغوها، يحاولوا يعيدوا بناءها تاني. أولا لأن هي المفهوم مرتبط بالمجتمع والمجتمع بيتغير، فبالتالي مفاهيم كمان تتغير تبقى أكثر نسبية. فوجود ايديولوجي بيخلي فيه نقطه ثابته دايما، الناس مهما حصل تغيير على مستوى الاجراءات والواقع بقى فيه مظله حاميه بحيث المفاهيم ما تتغيرش. يعني احنا فوجئنا مثلا في الغرب مفهوم الزواج بقى مختلف تماما، مفهوم الاسره اتدمر مع التطور الحداثي وما بعد الحداثي في المسار ده. فوجود نص او ايديولوجي، حتى مش لازم نص، يعني حتى في ايديولوجي ثابته بتحمي المجتمع وقيمه من الاندثار طبقا للتطور او طبقا لإرادة حد تاني. طيب لو بقينا في الحضارة العربية والإسلامية، حديثك هذا عن استيراد المفاهيم، نعم، كما تفضل الدكتور حسام، لا يقودنا الحديث عن العجز بين قوسين الحضارة العربية والإسلامية عن تحرير مفهوم واضح ومحدد للحرية؟ طبعا احنا عندنا مشكلة، لان حصل توقف كبير جدا في تطوير الخطاب وتطوير الفكر والإنتاج المعرفي تحت المظلة دي، توقفنا فترة طويلة. لكن دكتور أرجو المعذرة، يعني حتى في عز الإنتاج الفكري في زمن الدولة العباسية وقضية محنة خلق القرآن، نعم، كان هناك حاجة إلى تحرير مفهوم الحرية في الخطاب، الذي يعني الدولة هي التي سيطرت على هذا الخطاب وقضية خلق القرآن، ومع ذلك صحيح، لم نحرر كمسلمين وعرب. صحيح طبعاً، الحرية. طبعاً ده هذا عجز، طبعا دي مشكلة. هل أسبابها التاريخية إيه والظروف المحيطة بالكلام ده؟ يعني محتاجين نشوفها بشكل أعمق، لكن في النهاية فعلا في مشكلة في بناء المصطلحات. لكن برضو في حاجة مهمة، يعني احنا بهذا المنطق بنحاول ننقل نموذج فلسفي غربي داخل المجتمع. احنا قطعنا التجربة بتاعتنا لم تكتمل لظروف كتيرة، سواء ظروف الاستبداد السياسي واحدة منه، او ظروف الغزو الكبير، او ظروف حتى الاحتلال في القرن ال 18 و 19 للمنطقة العربية كلها، ده عمل ايقافات متتالية. وكمان محاولة فرض النموذج خلى كل محاولات الإصلاح زي مالك بن نبي والكواكبي وغيرهم يبقى فيها حصار حواليها دايما، ومش هي اللي بتصدر. والمدارس حتى المدارس الفكرية العربية مش عايزة تشوف النموذج ده، يعني في مؤسسات كتيرة جدا تحاول تبني دايما على النموذج الغربي، اللي هو أصلا فيه يعني تناقض ضخمة جدا مع المجتمع غير قابلها، وهي مش قادرة تركب. عشان كده دايما بيحصل صراع، والسلطة السياسية مرتبطة بشكل ما، سواء عن طريق احتلال بالوكالة أو عمالة أو غيره، بالمجتمع الغربي، فعايز تفرض النموذج ده فرض حتى لو بالقوة المسلحة.
ذكرت قضية الاستبداد السياسي وأثاره على مفهوم الحرية، نريد أن نتعمق في هذا الحديث بعد الفاصل. هذا فاصل قصير ولنا عودة بعد قليل. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الحرية في السياق العربي. أذهب سريعا إلى الدكتور حسام، هل يمكن الحديث عن أثر حقيقي وعميق في للاستبداد السياسي الذي عاشته مجموعة الدول العربية على الحرية مفهوما وممارسة، أو على الوعي بقضية الحرية عند العرب؟ ولا يمكن إلا أن نتحدث عن الاستبداد السياسي كمتغير أساسي ومسبب رئيسي في مرحلة الدولة الوطنية. إذا ذكرنا من الثلاثينات أو الأربعينات من القرن العشرين بدأت الدولة الوطنية، عاشت الدول العربية على اختلاف تجاربها حقيقة سلسلة من التغيرات السياسية، كان سمة الرئيسية العنف، الانقلابات العسكرية اللي كانت مصاحبة دائما بالعنف والدم وقطع الصلة مع المراحل التي تكون سابقة حتى المرحلة الحالية للأسف. يعني الاستبداد السياسي بالدرجة الأولى هو ليس يمنع الحرية بمعناها فقط، هو ماس للعدالة الاجتماعية، ماس لتكافؤ الفرص، ماس لحتى الممارسة السياسية وحرية المعتقد وحرية الفكر والآخر ما هنالك. ضمن إطار الحرية من الطبيعي يصبح الإنسان في مرحلة معينة مع طول فترة الاستبداد يبحث عن حاجاته الرئيسية الأولية، كل ما يمكن أن يقدم له في مرحلة لاحقة مساحة أو نافذة قليلة فيعتبرها مكسب بالنسبة له. مفهوم الحرية على المستوى الفكري بالنسبة للنخب والمفكرين العرب أيضا لم يكن متبلورا، لأن دخل الفكر العربي في صراع مع مفهوم الاستبداد والتخلص منه ولا آخر ما هنالك. على المستوى الشعبي أو القواعد الشعبية بالأساس قلة أو غياب الوعي عفواً في موضوع الحرية تعتبر جزء من الحقوق الأساسية للإنسان، هي كانت غائبة تماماً لديه، فأصبح يحقق الحاجات الرئيسية فقط كهرم ماسلو، يعني المسكن الآمن والمكان الآمن يعني ولا آخر ما هنالك. ذكرت غياب الوعي عند الشعوب العربية بقضية الحرية، وهذه قضية جد خطيرة جداً. يعني عندما يغيب الوعي بقضية الحرية وإدراك هذه الحرية، هذا هنا قضية ربما تهدد وجود أمة بأسرها، أليس كذلك؟ لم يتح للشعب العربي حقيقة، خلينا نقول خلال 60 أو 70 سنة الماضية لم يتح له أن يعيش تجربة لها علاقة بمفاهيم العدالة والحرية ولا آخر ما هنالك. دائما كان يماحك السلطة، دائما كان يحاول أن يحصل على بعض المميزات الخاصة فيه. أيضا لعبت السلطات السياسية والاستبدادية دور في مسألة تفتيت التجمعات، تفتيت الوحدة الاجتماعية، بحيث لم يكن هناك تنظيمات اجتماعية مدنية، لم يكن تنظيمات اجتماعية أهلية لحد ما. رح أستعير حقيقة يعني مثال حي من النظام في سوريا، كان هناك اشتغال على تخريب الوحدات الاجتماعية الموجودة في سوريا، كرس موضوع المناطقية، كرس موضوع ريف ومدينة، ريف ومدينة، منطقة وأخرى، مدينة وأخرى، اشتغل على موضوع بنية شخصية فردية مصلحية، غاب معه للأسف موضوع الصالح العام والشأن العام، وبالتالي أصبح هناك محاولات لتحصيل حقوق خاصة بالنسبة للأفراد، وهذا ما اكتشفناه مع قيام الثورة السورية في عام 2011. نحن السوريين اكتشفنا أنه لم نكن نعرف بعض تماما بسبب
اشتغال النظام السياسي على هذا الموضوع، وأعتقد أن هذا الأمر يسري على معظم المجتمعات والثقافات العالمية. أنت تحدثت عن أثر الاستبداد السياسي في تزييف وعي الشعوب العربية في قضية الحرية. أريد أن أقلب السؤال للأستاذ عمرو، أليس وصول الاستبداد إلى السلطة ومكثه كل هذه المدة هو نتيجة وليس سبب، نتيجة لغياب نظرية عن الحرية واضحة ومحددة، وبالتالي غياب ثقافة الحرية لدى الشعوب؟ لا. يعني لو وجدت هذه النظرية والثقافة، ثقافة الحرية، لما وصل الاستبداد في الأصل إلى السلطة؟ شوف حضرتك، إحنا للأسف أن المجتمعات العربية تحديدا حصل قطع هائل للتجربة التاريخية بتاعتها واستمرارها حتى بكل فشلها. يعني هي تجارب ممكن تعيد بناء نفسها مرة تانية وتعد نفسها وتعيد إنتاج نفسها، لكن مع الأسف جه ضربة الاستعمار الاحتلال في القرن ال 19 كسر حتى احتمال إعادة إنتاج النظام لنفسه من الفشل، وكسر التطور ده وبنى نموذج جديد. طبعا النقلة دي وجود الاحتلال على رأس السلطة لا يمكن يقبل ولا بتطور للفكر السياسي، كانت فيه محاولات، ولا بناء المجتمع وكسر كل الوحدات الاجتماعية زي ما الدكتور قال، ما فيش قوة مجتمعية تبقى، ما فيش نقابات، ما فيش نقابات عملية تبقى، ما فيش نقابات مهنية، ما فيش حتى العائلات الكبيرة اللي ممكن تكون قوة تمثل قوة ضد الدولة. فبالتالي الدولة والمجتمع قوتين لازم يحصل بينهم توازن عشان المجتمع يفضل مستمر، لازم يبقى في قدر من السلطة ومن القيم ومن الحقوق عند المجتمع وكذلك الدولة. لما بيحصل اختلاف خلل في التوازن ده فبتبقى في مشكلة كبيرة، ومع وجود احتلال وجود سلطة عسكرية مجرمة مدمرة بتقضي على المجتمع، بتقعد تفكك فيه، وكل التفكيك ده بيصب في صالحها وبيتمركز السلطة فيه. فالقضية لكن أستاذ عمر أرجو المعذرة، لماذا في ظل هذا الاستبداد والشدة والضغط الشديد على المجتمع، لماذا لم يشهد المجتمعات العربية ظهور نخب سياسية وفكرية تنظر لقضية الحرية التي صارت حاجة وجودية بالنسبة لها؟ لأن ترتيب الأولويات حق الضغط، يعني أنا عندي مجموعة مشاكل ومجموعة أفكار ومفاهيم، القضية الرئيسية كانت عند كل النخب هو التحرر من الاحتلال، اللي هو كان ده القضية الرئيسية. ما كانش مفهوم الحرية السياسية لأنه ملوش تطور زي ما قلنا في المجتمع الإسلامي نتيجة، أو المجتمع ما قبل الاحتلال نتيجة لأن شكل المجتمع كان متغير، ما كانش ضاغط عليهم. نفس الكلام بعد الاحتلال، وجود دولة مستبدة كان الهدف الضاغط في وقت الاحتلال أن أنت تخلص من الاحتلال ده وتعيد بناء مفاهيمك ومصطلحاتك تاني، فكان ده الهدف الرئيسي. لما حصل الكلام ده في الأربعينات والخمسينات من القرن اللي فات، انتقلت السلطة لمجموعة ناس في أغلب أو ربما معظمهم أو كلهم مش منتمين للمجتمع، فما كانتش قضيتهم الرئيسية بناء مفاهيم وأفكار وإعادة بناء الصورة الذهنية والأفكار في المجتمع تاني، كان هدفهم استمرار السيطرة عليه. طبعا الشعوب عشان يعني شعوب يعني العملية بتاخد وقت طويل جدا عشان تستوعب الفكرة دي وتبتدي تبني عليها، بتاخد وقت طويل جدا. ده غير ان في الفترة دي كان في انبهار بالحضارة الغربية، انبهار شديد جدا، فأقحمت المصطلحات وأقحمت الأفكار. فبعد 60 سنة لما شفنا الحدوتة دي كلها ابتدت الناس لا الموضوع مختلف، احنا لازم نبني تاني. عشان كده الكلام عن الحرية السياسية وتأطير المصطلحات وإعادة صياغتها يعني كبير جدا في الوقت ده، لان احنا بنعيد بناء نفسنا تاني بنموذج احنا شايفينه صحيح بعيد عن كل المؤثرات الخارجية. طيب دكتور حسام، يعني التجربة التاريخية للدول العربية ممثلة بالأنظمة السياسية والنخب المرتبطة بها أنتجت أجيالا لا تعير كثير أهمية لقضية الحرية كما أنتما متفقان في هذه الحلقة. السؤال هو ما خطورة هذا الوضع على العرب؟ يعني غياب قيمة الحرية لدى في الوجدان العربي، ماذا يعني من خطورة على العرب في المرحلة المقبلة؟ يعني عندما تغيب قيمة الحرية عن ساحة الوعي. يعني أعتقد ليست المشكلة فقط في مشكلة الحرية وفي كل المصطلحات الأخرى الحديثة جدا، التي الحرية، العدالة، حقوق الإنسان إلى آخر ما هنالك. الأمر خطير جدا لأنه نحن الآن، لكن كل هذه القيم ألا يترتب وجوده على وجود الحرية؟ يترتب وجود، لذلك نحن نتكلم عن الأصل، يترتب وجود على وجود الحرية، لكن هي مفاهيم جميعا ضمن سلة واحدة إذا حبينا نحكي في المصطلح. ما يترتب الآن هناك تقليد دائما لشكل الحرية في العالم الغربي، يصبح مسألة التفرد والاختلاف يصبح نوع من أنواع التحرر. والأسوأ أعتقد على بالجانب السياسي هو عدم وجود
قوة سياسية قادمة ليفترض تكون الشباب مناطة فيها. طيب جميل. في أنا أريد أن أسألك عن تبعات هذا الواقع. يعني لا وجود لأنظمة لأحزاب سياسية ولا وجود لمعنى وقيمة الحرية في الوجدان الجمعي لدى العرب. ما خطورة هذا الوضع؟ مثل ما كان سابقا غياب الحرية في مرحلة الاستبداد داخل الدول العربية أنتجت لا وعي أو وعي زائف، الآن سوف يكون على مستوى أعتقد أكثر تشويها. هناك مفاهيم للحرية سوف يتلقاها الأفراد وهي ليست المفاهيم المطلوبة على الأقل، مرتبطة ربما بمفاهيم فردية، مفاهيم جزئية، وليست متعلقة بالصالح العام أو ببنية المجتمع بشكل خاص. إن استمر الوضع على هذا الحال أنا أعتقد نحن أمام أجيال عربية تخنع وتخضع لأي سلطة قادمة. أي وعي بالحرية هو حتى يحمي ويقي أي نظام ديمقراطي قادم. عدم وجوده للأسف لعشرين سنة قادمات راح يكون الأجيال تنتج وتقدم وتمد في عمر الاستبداد القائم. طيب أستاذ عمر، غياب التنظيرات والتجربة العملية للحرية جعل المفهوم الحرية بالمعنى الواسع سياسيا واقتصاديا وفكريا غامضا إلى حد ما، ليس في ذهن الشعوب العربية وحتى إنما حتى في ذهن النخب. إذا ما حصل العرب الآن على حريتهم، الشعوب العربية المنتفضة إذا ما حصلوا على حريتهم، هل يستطيعون ممارسة قضية هي تغيب عن أذهانهم مفهوما؟ هو الحقيقة المصطلح يعني بننتجه من تفسيراتنا ليه في الشارع، يعني من الحقيقة اللي موجودة في المجتمع. بمعنى إيه؟ إن إحنا يعني محتاجين نمارس تجربتنا على الأرض، وأعتقد إن خلال العشر سنين أو العشرين سنة فاتوا حصل تطور كبير. بناء المجتمعات بياخد أوقات طويلة جدا، وبالذات مع فترات الكساد الكبيرة اللي حصلت في منطقتنا. فبالتالي احنا محتاجين نمارس تجربة العمل وانتاج فكرة الحرية في دماغنا. يعني هي ما بتطلعش في الكتب الاول وبتنزل في عقول البشر، لا، دي بتكون في البشر نتيجة تجربتهم الكبيرة والاخطاء وإعادة التجربة والخطأ وإعادة التجربة لغاية لما بيبلور فكرة ومشروع. فأنا أعتقد أن خلال العشر سنين اللي فاتوا أثبتت المجتمعات العربية وخاصة الأجيال الجديدة أنها لا يمكن أن تقبل باستمرار هذا الوضع. يمكن مش الناس مش مركزة قوي أو مش مقطرة مفهوم الحرية السياسية ولا حتى الحرية الشخصية، وفي مشكلة بين العام والخاص وإيه هو المجال العام وإيه مدى الحرية فيه وعلاقته بالخاص. دي كلها مشاكل هتتحل مدام عندنا مرجع أو نقطة ثابتة بنلجأ ليها دايما، وهتتحل مدام في مقاومة ونضال ضد الاستبداد. فالعشرين سنة اللي فاتوا أكدت أن لا، الموضوع مش هيمشي كده، مش هيفضل كده. العشر سنين تقصد؟ العشر سنين فاتوا يعني، وربما كمان برا المنطقة العربية أكتر من كده، لكن خلينا نقول في المنطقة العربية العشر سنين السابقة أكدت الكلام ده. وإحنا عندنا تجربة تانية، وبعد الاستبداد على مصر على سبيل المثال، ست سنين استبداد لا هائل لا مثيل له، قتل وحرق وسجون ولا كلام ولا اي قوه مجتمعيه تتكلم وتفتح بقى، ومع ذلك لقينا في يعني حاله موجوده في المجتمع. يعني المظاهرات اللي كانت يوم الجمعه اللي فاتت، ثم من يقول ان هذا صراع اجنحه وانها مررت بدليل انها لم تكتسب زخما كافيا. تمام، لكن في النهايه ماذا كان رد فعل هذا الصراع على المجتمع، يعني على الشارع، على الشباب؟ في ناس اتحركت واجيال لم تشارك في الثورات السابقه، وفي حاله رغبه في بناء وعي عام عند المجتمع ان احنا لازم نبقى احرار. ربما يكون شكل المصطلح ومعناه ومفهومه العميق مش موجود، ولكن طرح المصطلح ده مع تجربته في الشارع وإطلاقه في الشارع هينتج نفسه بنفسه، سواء كان من المكاتب والحلقات التنظير أو من التفاعل في المجتمع نفسه. أنت آليا نقلتنا إلى الحديث عن التجربة التي مارسها العرب في العشر سنين الأخيرة، النخب المنضوية تحت لواء الانتفاضة العربية. نريد أن نبحثه بشيء من التفصيل بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير ومن ثم نستكمل حديثنا.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور حسام، في السنين العشر الأخيرة انتفض الشارع العربي في عدد من الدول العربية. في الحديث عن أسباب الانتفاضة ومدى علاقتها بالحرية، إلى أي مدى مفهوم الحرية كان حاضرا في 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 وجدان هؤلاء المنتفضين؟ إلى أي مدى كان هناك وعي حقيقي بقضية الحرية، ليس الحاجة إلى لقمة العيش، إلى التحرر من الفساد، إلى الهروب من بطش الأنظمة؟ لا نريد أن نسجن، لا نريد أن نعتقل فقط، ليس بالضرورة أن نكون نريد حرية بمعناها الواسع. أنا أعتقد حتى هذا الكلام اللي ذكرته هو جزء من الحرية، عدم الاعتقال، عدم حتى الحق في العيش، الحق في كسب العيش، الحق في عدالتي أنا بوصولي إلى تكافؤ فرص ولا آخر ما هنالك، جزء من الحرية. أنا أعتقد أن هناك كان نوع أو خطاب واضح من الحرية عند المنتفضين العرب، لم يتبلور بالطبيعة بالدرجة الأولى، لأن أنا أعتقد لازم النخب العربية كانت هذا الخطاب الشعبي اللي كان قائم يتم صياغته من قبل نخب عربية ويعاد مرة أخرى إلى الشارع حتى يصبح عملية جدل. أنا قمت منتفض كشاب أو مجموعة شباب أو طيف واسع جدا من المجتمع، مطلبي الأساسي كان هو الحرية. الحرية حتى لو كانت غائمة عند الشباب العربي في موضوع الربيع العربي، على الأقل كانت متفقة حول تفاصيل أساسية، حقي في التظاهر، حقي في الوصول إلى أهدافي بطريقة سلمية، بطريقة لا يوجد فيها قمع ولا استبداد، حقي بعدم الاعتقال وإلى آخر ما هنالك. الممارسات الكثيرة حقيقة يعني تطول يعني من ممارسات الأنظمة العربية. الفعل كان فعل أولي بالنسبة للشباب العربي، كان بحاجة أن يتبلور في مرحلة لاحقة من قبل نخب عربية، سواء نخب في سوريا أو في مصر أو في تونس أو في أي دولة أخرى قامت فيها الثورات الربيع العربي. كان يجب أن يكون هناك نخب عربية تأخذ خطاب الشارع وتعيد صياغته ثم تعيده إليه. ولهالسبب تم يعني عدم وجود النخب العربية اللي قدرت واللي ما استطاعت إنه تصيغ خطاب واضح للحرية قادم من حركة الشارع، هذا للأسف سبب إربكات كبيرة بالثورات العربية. بعد أحكي عن سوريا، بعد أحكي عن مصر كونه نحن عشناها بشكل كتير كبير، تم الركوب على حركة الجماهير من قبل تيارات مختلفة متعددة. أنا لا ألقي اللوم على موضوع النخب العربية، ربما هي غير قادرة أو نحن ما أنتجنا خلال سنوات طويلة. مثل حكى الدكتور نقطة مهمة جدا، إنه كل المفكرين أو النخب العربية خلال السنوات السابقة كان همها هي محاربة الاستبداد والخروج بصيغة ديمقراطية ومن ثم صياغة المفاهيم لمرحلة جديدة أو لمجتمع جديد. لم يتسنى لها الوقت لمسألة التفكير النظري ولا آخر ما هنالك، لكن بالنهاية كان هناك تقصير حقيقة من النخب العربية في تبني خطاب الشارع وإعادته إليه في عملية جدل مستمر. طيب، السؤال ربما قريبا من هذا عن سوريا. ربما لم تكن يعني الحرية غائبة بالكلية عن الشارع العربي، وربما يعني أكثر ما كان لافتا في الشوارع العربية التي انتفضت ربما كانت قضية الحرية أكثر بروزا في الهتافات الشارع السوري، وهذا ربما مرده إلى طبيعة النظام السياسي وشدة الاستبداد التي فيه. لكن السؤال هو، عندما رفع بعض العرب أو بعض الشارع العربي شعار الحرية، هل هناك كان وعي عميق وحقيقي بطبيعة هذه الحرية، أم أن الحرية التي رفعت هي في النهاية يعني عدوى واسترداء واستيراد من بيئة مجاورة للعرب؟ لا، أنا أعتقد أن أحيانا حضرتك بتطلق المصطلح مش بالضرورة تكون عارفه قوي، يعني تركيبته مش، لكن أنت حاسس أن في حاجة، في مشكلة، في نقد، لأن في قواعد ثابتة موجودة في الإنسان وفي المجتمع، يعني ما حدش يقدر يهرب منها. فبالتالي نداء الحرية حتى أنت لو مش عارفه، لأن في بعض الأمور المؤكدة أنها ضد الحرية، تاخد تتحبس تتم في السجن، ممكن حد تالت قتله وما حدش تحاسب، فانت كده بتحس ان انت مقيد، في قيود عليك اكتر من الطبيعيه. طبعا اي مجال عام في بعض القيود اللي موجوده بتحكم علاقات الافراد ببعضها، لكن لما القيود بتزيد بيبتدي الانسان يحس انه في حاجه ناقصه،
في قيد عليه أكتر من اللازم. نعم. حتى لو مش متنظر مش موجود في شكل تنظير يعني. فبالتالي بتدي يطلب الحرية دي زي ما بيطلب العيش. يعني في مصر كان عيش حرية عدالة اجتماعية، كان ثلاث هتافات رئيسية. العيش في البداية نعم، لأن دي مشكلة ضاغطة على المجتمع، مشكلة الفقر، مشكلة الاستبداد. بعد كده بتيجي مشكلة يعني مشكلة الفقر أول، وبعدين مشكلة الاستبداد المرتبطة بالحرية. فلا، المجتمعات العربية مدركة إلى حد ما إن في نقص كبير في الحرية، وبتشوف المجتمعات الغربية حتى لو مختلفة معاها في مفهوم وطبيعة الحرية وتفصيلها، لكن المصطلح نفسه والقيمة نفسها أعتقد مطلوبة عند المجتمعات العربية ومدركين كده كويس. سأعود إليك لأختم معك، لكن بأقل من دقيقتين من فضلك دكتور، كيف رصدت تعامل النخب العربية وحتى الشارع العربي عندما تيسر لهم قدر هامش من الحرية السياسية؟ كيف مارسوا هذه الحرية في السنين الأخيرة، سنين الانتفاضة العربية؟ والله رح أحكي عن تجربة سوريا، لأني أنا قادر أقدر أقيسها باختصار. حقيقة لم تختلف كثيرا عن ممارسات الأنظمة السابقة التجربة السياسية السورية. بمعنى كان هناك أحزاب سياسية قامت، حركات سياسية قامت منفصلة عن الشارع، صاغت أهداف وبرامج بعيدة جدا عن الشعب. لم يشرك القواعد الشعبية ولم يشرك حتى من قام بالانتفاضة. نحن في سوريا بعد الثورة في عام 2011 قامت مجالس محلية والآخر ما هنالك أدارت المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. عندما قامت الأحزاب الأخرى، عندما قامت الأحزاب وفي الخارج قامت الأحزاب السياسية والنخب السياسية، للأسف لم تأخذ من أصحاب المجالس المحلية أو من أصحاب من قاموا بالثورة ولو ممثلين عنهم. فعادت الوجوه السياسية المعارضة سابقا ما قبل الثورة إلى الواجهة، وبالتالي فشلت الأحزاب السورية فشل واضح جدا في مسألة ارتباطها مع الشارع، سواء المنتفض اللي بالمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام أو حتى في المناطق التي كانت التي الآن تحت سيطرة النظام. نعم. لذلك أصبح هناك، وهي نقطة أنا حاب أوضحها، أصبح هناك إرباك في موضوع الحرية حتى عند المنتفضين. إذا كانت الحرية سوف تؤدي إلى وجود أحزاب جديدة تعيد إنتاج النظام السابق، فهذا السؤال يجب أن يعاد بداخلهم عن معنى الحرية التي طرحه وقت خروجه. وهو سؤال إشكالي قريبا من هذا أستاذ عمر. يعني توفرت للنخب العربية وللشارع العربي في بعض الدول العربية، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، حتى في تونس، هامش واسع من الحرية، لكن مع ذلك شهدنا انقسامات بين الأحزاب، انقسامات أفقية وعمودية، شهدنا تخوينا، شهدنا إلى بشكل أو بآخر في محاولات لإبعاد هذا الطرف والآخر. ما الذي أعاق هذه النخب عن تبلورة هذا المفهوم بأقل من دقيقة؟ أعتقد أن ده كان شيء حتمي، لأن كل النخب العربية أو أغلبها، خلينا نقول عشان بس ما نعممشي، اتبنت بنظام فوقي مبني من فوق. كيف؟ يعني مش طالع من القواعد الشعبيه ووصلت بيها للهرم، هي مبنيه من فوق. فبالتالي الصراع في انفصال بين كل الطبقه الحاكمه باحزابها بتشكيلاتها وبين المجتمع، تمام؟ فخلص يعني لا يمكن تقبل ان المجتمع يشاركها في السلطه. امتى تقبل؟ لو فعلا جاي من قواعد شعبيه العالم. علشان كده كان دايما النظام بيكسر التجمعات الشعبيه وينتج هو نخبه في الغالب، بحيث يفضل محافظ دايما على الصوره اللي تفضل الدكتور بذكرها. فالحل ان المجتمع ده، وطبعا دي زي ما اقول لك عمليه طويله جدا ومجهده جدا، المجتمع ينتج نفسه وينتج قياداته. في اللحظه دي لا يمكن القياده تنفصل عن المجتمع، ولا بد من الوقت، ولا بد من الوقت. اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه التي اشكر في نهايتها ضيفي الكريمين الدكتور حسام سعد استاذ علم الاجتماع والاستاذ عمر عادل الكاتب الصحفي. كل الشكر لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسه الله تعالى وتوفيقه.